احنا بدأنا من 2019 بالتخطيط بشكل سستينبل، بشكل مستدام، بخطة علمية واستراتيجية بأساتذة وخبرة. من ضمن تخطيطنا ان احنا ندعم الكيانات، وده اللجنة البارالمبيك ناشت وبعدين رجعت للوزارة على الدعم، كان على المستوى المطلوب، بدليل ان احنا زي ما انت شايفه اهو قدرنا ان احنا نجيب يعني ملابس على اعلى مستوى. الابطال كانوا في المعسكرات، والحمد لله طبعا كان عندنا دعم من وزاره الشباب والرياضه، ودعم طبعا رعاه اللي هم اعطوهم لنا. طبعا ده كويس ليه بقى؟ لان انت عارفه زي ما انا قلت يمكن ان في عندنا الاتحادات الاولمبيه اللي هي فيها لجان بارالمبيه داخله معانا لاول مره في منافسات بتاع طوكيو. عندك الريشه الطايره، وعندك ان شاء الله التايكوندو، واول مره طبعا المكفوفين يشتركوا معانا في المنافسات. ان شاء الله هتبقى الدوره السادسه ليا، وده ما حصلش قبل كده في تاريخ ولا الاولمبي ولا البارالمبي ان حد لاعب يجيب 6 ميداليات بارالمبيه او اولمبيه على التوالي. وإن شاء الله بإذن الله بحلم إن شاء الله إن أنا أتوج بميدالية من الثلاثة إن شاء الله، وأكمل بيها مسيرتي الرياضية بإذن الله. وكان سلاح ذو حدين، يعني إحنا توقفنا فنزلنا بالكيرف تاني، وبعد كده ابتدأنا نطلع تاني والحمد لله يعني. وكان كويس برضو اللي فيه بعض الناس كان عندها إصابات بدأت تتعافى منها، اللي ما قدرش يكمل رقمه قدر يكمله، فالحمد لله هو توفيق من ربنا في الأول في الآخر يعني. دي تاني مشاركة ليا في الألعاب البارالمبية، وأحلامي طبعا إن أنا يعني أفرح الشعب المصري بميدالية، وخاصة يمكن أنا اللاعب الوحيد في العالم اللي بيلعب تنس طاولة ببقه، فدي يعني بالنسبة لي يعني إنجاز إن أنا إن شاء الله ربنا يكرمني وأحقق ميدالية إن شاء الله لمصر، أفرح بيها الشعب المصري وأفرح بيها الناس اللي واقفين في ظهري من 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 أول ما لعبت تنس طاولة، أمثال كابتن سيد لاشين طبعا صقر العرب وأسطورة بتاعتنا كابتن سيد لاشين لاعب نادي الأهلي، فدي حاجة يمكن هتفرحه أكتر مما هتفرحنا احنا، لأن هو فعلا واقف في ظهرنا، يمكن كان معانا موجود معانا في المركز الأولمبي الأسبوع اللي فات. فيعني أنا بتمنى إن ربنا يكرمني فعلا وأحقق حاجة أفرح بيها الناس اللي واقفة في ظهري. أنا هقول لكم حاجة بسيطة خالص، أنا عايز أقول لكم إن احنا كلنا فخورين بيكم وانتوا فرحتنا، وان شاء الله ربنا يوفقكم يا رب وترفعوا علم مصر في طوكيو وترجعوا وتفرحوا كل قلوب الشعب المصري ان شاء الله. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه قبل ما ندخل بقى في تفاصيل لقائنا دلوقتي، وقبل ما نتكلم في اي حاجه، كلمه حق لازم تتقال دايما. بعثه مصر البارالمبيه تعتبر واحده من اقوى بعثات العالم، ودايما بيشرفونا كما ينبغي في كل المنافسات وفي كل الدورات الاولمبيه يعني اللي شاركوا فيها قبل كده. احنا عندنا منافسات جديده ان شاء الله في طوكيو، هتنطلق يوم 24 من اغسطس الجاري، وهي دوره الالعاب البارالمبيه اللي هيشارك فيها 49 لاعب ولاعبه من مصر. طبعا هنعرف ايه الاستعدادات اللي اجرتها يعني او اجرها ابطالنا، وايه الالعاب اللي هيشاركوا فيها، وكمان ايه الميداليات المستهدفه. كل ده واكتر هنتكلم فيه مع دكتور ابراهيم امين، وهو عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه اللي منورنا. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. اهلا بيك. صباح الخير، وان شاء الله يبقى صباح نصر، ويعني بعثه مشرفه. ويمكن في ريو 2016 احنا بنتكلم في اكتر من 12 او تقريبا 12 ميداليه، فحاجه يعني تدعو للفخر حقيقي. وانا متاكده ان المره دي ان شاء الله يعني في استعدادات اقوى. فاحنا هنبدا بالتفاصيل. اولا المؤتمر كان بالامس، فعايزين نعرف ازاي، اخباره ايه، البعثه الاجراءات الاحترازيه كمان ما تختص بكورونا اخبارها ايه، كل الكواليس اللي يعني مهمه الناس ان هي تعرفها من حضرتك دكتور ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني ابدا اقول لحضرتك بس بدايه، احنا البعثه بتاعتنا القوام بتاعها 24 فرد، معانا 49 لاعب ولاعبه بيشتركوا في 8 العاب مختلفه. ونقف عند نقطه 8 العاب مختلفه، لاول مره بعثه مصريه بارالمبيه تشارك في 8 العاب مختلفه على مدى ال 12 مره اللي مصر شاركت فيهم في دورات بارالمبيه. امال المعتاد كان قد ايه؟ يعني احنا ريو كان معانا 5 العاب. اوكي. تمام؟ المره دي احنا معانا رفع الاثقال، معانا العاب القوه، معانا السباحه، معانا تنس الطاوله، معانا كره الطايره جلوس، معانا البارا تايكوندو لاول مره، معانا الريشه الطايره، معانا لاول مره الجول بول سيدات
الخاص برياضات المكفوفين. حلو قوي. ده في تطوير طبعاً في العاب كمان مختلفه. خلينا نقول طبعا يعني ده هاخد الكلمه الاخيره اللي قالها معالي الدكتور اشرف صبحي، ان في تخطيط علمي. يعني في تخطيط علمي بدا من الحكومه وبدا من مجلس الاداره بتاع اللجنه البارالمبيه، وزي احنا حطينا ايدينا في ايديهم في ايدين الاتحادات البارالمبيه والاولمبيه. كان هدفنا الاربع سنين اللي فاتوا ان احنا نزود رقعه النشاط الرياضي الخاص برياضات ذوي القدرات الخاصه في مصر. ازاي؟ ان احنا بنحاول نشرك اكبر عدد من الناس في الانشطه، لان الرياضه البارالمبيه على مستوى العالم بدات تتصعب، ما بقتش سهله. يمكن دوره عن دوره الموضوع بقى صعب، لان بدات تخش دول قويه، وبدات تخش باسلوب علمي، وبدات تخش باسلوب اعداد لعيبه بشكل اكبر. بدا يبقى في كمان بعض التدخل في الايفنتات. يعني احنا تعرف حضرتك احنا كرياضه معاقين متقسمه ليها حاجه اسمها الكلاسيفيكيشن، التصنيف الطبي، مش يعني كلهم بيشاركوا، كله حسب الاعاقه بتاعته. فكل ده بيبقى ليه حسابات بره. فبدات بعض الايفنتات تتلغي وبعض الكلاسات تتلغي. يعني بدا جزء من الايفنتات يتلعب في بطوله العالم، على سبيل المثال العاب القوه ما يتلعبش في البارالمبيات، وبدات كلاسات تتلعب في بطوله العالم ما تتلعبش في البارالمبيات. فاصبح الموضوع مش سهل. هم الهدف بتاع الاي بي سي ايه؟ الاي بي سي دي هي اللجنه البارالمبيه الدوليه، عايزه تخلي الميداليه بتاعه البارالمبيات ميداليه ذات قيمه. من يحصل على هذه الميداليه يكون بجهد وعرق وتعب. تمام؟ يمكن انا كنت بتكلم لسه في احد البرامج دلوقتي بقول يا جماعه احنا مش عايزين نستقل وصول الشخص سواء للدوره الاولمبيه او البارالمبيه. معلش انا شفت بعض النقاد وبعض الصحف وبعض البرامج بدات تنتقد اخواتنا في اللجنه الاولمبيه في بدايه في البدايه خالص. كان في انتقاد وكان في تقليل يعني العلم يا جماعه، بس البعض كان مش كله. من يصل الى الدوره الاولمبيه فهو شرف، ده بطل، ده عدى على مراحل كتير، مراحل كتير. انا مش ببعت جواب فبشترك، لا ده انا بخوض تجارب وبخوض تصفيات وبوصل في بعض الالعاب، بوصل وانا على عرش افريقيا، وعرش افريقيا مش سهل زي كره القدم طبعا، زي كره اليد وكره السيتنج فولي بول عندنا. بخوض تجارب كتير جدا وبخوض بطولات عشان اقدر اوصل لده. طب ما تيجي نضرب مثال بالبعثه البارالمبيه المصريه، يعني ايه المشوار اللي اضطروا يمشوا فيه او اللي خاضوه سواء في بطولات دوليه افريقيه قاريه، يعني ايا كان ايه اللي عدوا بيه عشان يوصلوا في الاخر للمشاركه بهذا العدد؟ يعني خليني اقول لحضرتك بدايه لعبه رفع الاثقال، وانا دايما ببدا بيها طبعا، وما كلهم عندنا على مسافه واحده، بس لعبه رفع الاثقال عشان حاجتين. لعبه رفع الاثقال علشان هي اكبر عدد مشاركين في هذه الدوره، 15 لاعب ولاعبه، واحنا اكبر بعث على مستوى العالم. تلينا الصين 14 لاعب ولاعبه. تمام؟ خليني اقول لك ليه؟ لان احنا مصر الرائده في اللعبه دي، ومصر قويه. اللعيبه اللي حضرتك شايفهم دول 15 لاعب ولاعبه خاضوا اربع سنين من 2017 حتى الان تجارب، وخاضوا بطولات سواء عالمية أو قارية أو دولية عشان يوصلوا أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم، هم اللي بيمثلوا كل ميزان. يعني ال 15 لاعب ولاعبة المصريين المشاركين في دورة طوكيو 2020 وفي كل ميزان هم أفضل لاعب ولاعبة على مستوى العالم. هايل، دي نقطة يعني ده عايزينها تصريح. دي يا جماعة يا ريت تنزل استرابة. تمام، يعني بياخدوا خلاصة الخلاصة بالمعنى هو الحرق. السيستم الدولي كده، مش بياخدوا كل اللعيبة. دي نقطة يعني طبعًا محترمة جدا طبعًا دكتور إبراهيم. فأقل لاعب عندك مشارك في هذه الدورة من لاعبي رفع الأثقال هو رقم 8 على العالم، حتى لو بقى الأخير في دورة طوكيو هو رقم 8 على العالم. في وسط ايه؟ في وسط حضرتك بقى نيجيريا، دول بلدوزرات يعني. في وسط الصين، وهم حضرتك عارف رفع اثقال في الصين يعني ايه، ناس شغاله بقى لها فتره وشغالين على المفاصل وشغالين شغل عالي يعني. في وسط وحوش، فان احنا يبقى عندنا 15 لاعب ولاعيبه من افضل 8 على العالم في كل ميزان، فده في حد ذاته انجاز. وخاضوا تجارب كتيره، منها زي ما قلت لحضرتك ان هم خدوا اوائل العالم وخدوا اوائل افريقيا ولعبوا بطولات دوليه، كانت اخرها في بطوله فزاع الدوليه في دبي 2021، والحمد لله حققنا مراكز متقدمه فيها. كل ده ان ده اللي يدل ان الموضوع صعب مش سهل. كذلك العاب القوه،
العاب القوه زي فكره الجائزه الكبرى، مش اي حد بيشارك، انت ليك كوتا بعدد مشاركاتك وما تحققه من مراكز متقدمه. كذلك تنس الطاوله بوينتس معين، ولازم تكون حاصل على رقم واحد في افريقيا وليك عدد معين بوينتس معين عشان تقدر تتاهل لطوكيو. طب ممكن يا دكتور ابراهيم معلش قصدي زي ما بيتقال كده سكسس ستوري، يعني دي قصه نجاح او مشوار نجاح حقيقي لابطالنا كلهم. طيب خليني اعرف من حضرتك الامكانيات والدعم، معلش قصدي نقط او نقاط مهمه، لان احنا دايما بنتكلم حتى لما اتكلمنا على اولمبياد طوكيو قلنا حضرتك لما تيجي برضو تحاول تنتقد افهم بس برضو الباك جراوند اللي جاي منه البطل بتاعك والبطل المنافس على سبيل المثال، مش مهم دوله ايه، بس في فرق في كان كبير جدا فيما سبق كمان، دلوقتي اصبح الموضوع مختلف، ولكن انا لازم اقارن بناء على امكانياتي وتجهيزاتي ودعمي المادي ودعمي المعنوي وكل شيء. ففي كان فرق، ورغم ده انت بتقدر تحقق بطولات وبطولات كمان وعفوا وميداليات ذهبيه. فلو جينا على بقى اللعب يعني ابطالنا البارالمبيين وقد ايه برده زي ما حضرتك بتتكلم هم بيحققوا انتصارات على الارض، فالفكره برده في التجهيز الدعم الامكانيات المتوفره، ما ده برده كله مهم لان ده بيعكس بعد كده حجم الانتصارات اللي بتتحقق. انا عايز اقول لحضرتك طبعا بالنسبه للدعم والتجهيزات خلينا نتكلم عن محورين. المحور الاولاني هو الدعم الحكومي اللي كان بيقدم عن طريق وزاره الشباب والرياضه، ويمكن زي ما بدات معالي الوزير بصراحه اشرف صبحي كان من الوزراء اللي جم عملوا نقله في الرياضه المصريه. يعني ايه؟ النهارده بقى في تخطيط علمي، بقى في تحليل النتائج، وده ما كانش بيحصل قبل كده. بقى في النهارده بيقعد مع مجالس الادارات، وكل مجلس اداره بيجيب الكاليندر بتاعه وبيشوف ايه البطولات اللي عنده، ايه احتياجاته الماديه على مدى الاربع سنين لحين انتهاء من الدوره البارالمبيه او الدوره الاولمبيه. وبدا يدينا يعني الاحتياجات الماديه دي على شكل يعني اجزاء. احنا بنخلص جزء بيروح جاي لنا الجزء الثاني قبل ما نبدا فيه بيجي لنا. فاصبح ما عندناش مشكله في المشاركات الدوليه، ودي اللي كنا بنعاني منها. انا عندي بطوله الزاميه لازم اشارك فيها وانا بعاني ماديا. فجزء ده توفر، فالجزء ده شال عننا عبء كبير. بالاضافه لكده احنا طبعا المشاركه المجتمعيه الخاصه بشركات الرعايه، وانا سعيد يمكن في السنتين الاخرانيين بدات تتغير الفكره بالنسبه لرعايات المعاقين. احنا يمكن احد الشركات الراعيه في ريو كانت بتدينا من الجزء بتاع الرعايه المجتمعيه كجزء من يعني تبرع. لا النهارده الشركات اللي شغاله معانا والسبونسر شيب اللي موجود معانا وبنعمل من خلاله فاند ريزنج بقى يجي لنا عن طريق ان هو جاي عايز يعمل اعلان، لانه عارف البطل البارالمبي بقى راجل ليه ظهور اعلامي، ليه ضوء بيتسلط عليه. الخطوه دي مش اتاخرت حبتين؟ لان الحقيقه دي مش حاجه جديده، ده من زمان دايما البعثات المصريه البارالمبيه لما بتروح تشارك في اي دوره اولمبيه بيرجعوا وهم مشرفينا، تمام، وعاده بيرجعوا بضعف او باضعاف عدد الميداليات اللي البعثه العاديه او اللعيبه الاسوياء العاديين بيرجعوا بيها، فدي حاجه برضو ملفته للنظر. طبعا عايز اقول لحضرتك على حاجه، فعلا الخطوه متاخره من المؤسسات دي اللي موجوده في المجتمع، بس خلينا نقول ان احنا المجتمع نفسه كانت النظره مختلفه. طبعا النظره مختلفه، كان النظره دلوقتي اتحولت من عطف لتشجيع، من عطف لانتظار ان انت هترفع راسي كحتى بارالمبي، انت مشارك في دوره بارالمبيه عشان ترفع علم مصر، عشان ترفع راس مصر. فالوضع اختلف، احنا كنا في وضع وكنا في مكان، بقينا في مكان تاني. فده طبعا ان ده اللي يدل عن وعي بدا نتيجه ان اللجنه، احنا كلجنه بارالمبيه برئاسه الدكتوره حياه خطاب، بدانا نشتغل على الارض، بدانا نعرف الناس ايه رياضات البارالمبيه، بدانا نعمل ندوات، بدانا نعمل مؤتمرات، بدات البرامج زي حضراتكم تستضيف وتلقي الضوء على الرياضات البارالمبيه وايه هي. كل ده كان ليه دور. الملفت والملفت اكتر ان وزاره الشباب والرياضه بدات تشتغل على المحورين، المحور الاولمبي والمحور البارالمبي. زي ما في مساعد للوزير للرياضات الاولمبيه بقى في مساعد للوزير للرياضات البارالمبيه. كويس. في معاون للوزير في الرياضات الاولمبيه بقى في معاون للوزير في الرياضات البارالمبيه. في لجنه البطل الاولمبي ولجنه البطل البارالمبي. ده كلام محترم جدا. فده طبعا ادانا احنا كمان حافز. طبعا اكيد. اللي بنطلبه بنلاقيه، يمكن حضرتك في البدايه قلت
ايه هي الاستعدادات بتاعه الزي؟ لو حضرتك انتوا بداتوا شفتوا الزي اللي هو بتاعنا، هو كان في زي صوره كده بس يعني برضو خلينا نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر، ورسيت ازاي والافكار كانت ايه. يعني لو نعرض يا جماعه تاني جزء من المؤتمر بعد اذنكم، ناخد استرابات فيما يعني هو مهم من قبل دكتور ابراهيم، يا ريت ينزل التصريحات المهمه في استرابات. شكرا. طبعا حضرتك شايفه هنا الزي الرسمي للرجال والسيدات، ده هيبقى عباره عن بنطلون وجاكيت لكل لاعب ولاعبه، الهويه بتاعت مصر من خلال العلم بتاع مصر محطوط على الجيب طبعا، يمكن حضرتك شايفينه اهو. حتى السكارف اللي احنا حاطينه للسيدات عباره عن علم مصر، والرجال احنا واخدين الابيض. هو اللون ايه يا فندم، ده اسود ولا كحلي؟ لا اللون ده كحلي خفيف يعني. كحلي خفيف. طب ليه مش اسود مثلا عشان يليق حتى مع اللي فاتت كانت سودا يعني. فاحنا قلنا نخرج شويه عن اللون. خلينا نقول ان في كل لاعب هيستلم 3 تريننج، ده احد الشركات الراعيه، طبعا مش هقدر اقول اسمها، هي اتبرعت بيه التريننج اللي في نص ده، نفس التريننج ده اللي خدته اللجنه الاولمبيه. كويس. ودي برضو حاجه تشرف ان خلاص بقت البعثه الاولمبيه والبرلمبيه شركه محترمه. من غير ما نذكر اسمها حقيقي. تمام. في تريننجين تاني، كل لاعب هيبقى واخد 6 تيشيرت وبولي شيرت. ان شاء الله اللعيبه واللاعبات يدوبوا التريننجات دي في عرق الانتصارات طبعاً. والنجاحات اللي احنا مستنيينها كلها طبعا كلها براندات طبعا. كنا حريصين ان اللاعب البارالمبي يبقى زي اللاعب الاولمبي في كل حاجه، لان ده حقه. شيء محترم علينا الاثنين يا دكتور ابراهيم، بيرفعوا اسم مصر طبعاً. فاحنا بنتكلم مفيش حاجه اسمها كده، ده بالعكس كمان يعني انت بتتكلم في ذوي تحديات، لو اتكلمنا المصطلح ده يبقى افضل بكتير. فاحنا بنقول مفيش حاجه اسمها شخص عاجز، العجز هو ان انت تعتقد انت ما تقدرش تحقق حاجه في حياتك، وممكن تبقى شخص سليم جسديا. فبالعكس يعني احنا كنا سعداء انا وكريم اكيد في 10 الصبح في الاهلي، استضفنا نماذج كتيره جدا من ابطالنا هنا عندنا في البرنامج، وقد ايه انت اصلا بتسمع منهم وتتعلم. فاراده يعني طبعاً. اكلم حضرتك لبكره عنها، واصرار وفي كمان روح كده اللي هو يعني مش انكساريه ولا الموجوده عند بعض الاشخاص اللي ربنا انعم عليهم بسلامه جسديه، لا مفيش الكلام ده. هو عايز يثبت نفسه، عايز يحقق نفسه، عايز يرفع اسم بلده، في حاجه محترمه حقيقي جدا. انا ببقى سعيد جدا واحنا ماشيين في الطرق دلوقتي وشايفين الشركات الراعيه وهي حاطه صور الابطال، ممكن حضرتك شفتها طبعاً. على المحور وشفتها طبعاً. على كوبري اكتوبر وشفتها على الكباري، حاجه يعني بتشرف وتدعي للفخر يعني. احنا كمان اتشرفنا جدا بوجود حضرتك معانا في حلقتنا النهارده، وان شاء الله نرجع نلتقي بقى إن شاء الله. ونفرش الترابيزه دي كلها بميداليات بارالمبيه. انا حابب اشكركم والله، موفقين يا فندم. حابب اشكركم على طبعا السبوت اللي انتم بتعملوه علينا، وعلى البعثه وقناه، ده مش جديد عليكم، وعلى قناه الاهلي، وان شاء الله نلتقي تاني. انا هختم بس مع حضرتك، الدعم المادي اللي خصصه سياده الوزير تقريبا كان كام لهذه البعثه؟ والله احنا الدعم المادي بالنسبه للبعثه بالاعداد هي كام مليون تقريبا، ولا هي الخاص باللبس والطيران؟ لا فيما يشتمل كله يا فندم، كله. لا فترات الاعداد والكلام ده اتصرف كتير يعني. يعني انا لكن مفيش اعتقد يعني كان فيما يوازي حوالي من 33 ل 35 مليون. لكن البعثه البارالمبيه احنا كانت الميزانيه بتاعتنا حوالي 8 مليون ونص يعني، شامله تذاكر الطيران وشامله الاقامات في الفنادق والاقامات في القريه الاولمبيه والزي الرسمي والزي الرياضي. نشكر طبعا معالي الوزير، فلوس كلها جت لنا. موفقين ان شاء الله. شكرا لك دكتور ابراهيم، بالتوفيق لابطالنا باذن الله. هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل لحضراتكم.